هذا الفوز ديالنا هذه السنه. هذه كان الفوز ديالنا السنه اللي فاتت كان فوز صعب على امل الصويره، لعبنا في الصويره كان المقابله شويه صعيبه، مي الحمد لله هذه السيمانه تعلمنا من الاخطاء اللي درنا في المقابله وطبقنا بلا ميور مانيير كي تنقولوا. الخدمه هذه اللي مع السي ادريس عاقل عامين دابا حنا تنخدموا عليها، ومع القدوم ديال الامريكيين وفتح فروقه تيبان لنا ديفيرونس في ليكيب، كاين واحد العناصر الخبره اللي تجي من اوقات فراغ تقدر تساعدك وتعطي العطاء ديالها الزائد، والحمد لله من تشوف هذا الجمهور هذا ما يمكن الا صحيح يمكن الا ممكن لا تعطي 200% وان شاء الله تنوعدهم بان نديروا كاع المجهودات ديالنا باش اوموان نجيبوا لهم شي بوديوم ولا شي لقب ان شاء الله.